لدينا أبو مصطفى من بغداد، هو سجين سابق في سجن التاجي المركزي. أهلا بك أبو مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مصطفى، أنت بالطبع باعتبارك سجين سابق في سجن التاجي شاهد على ما يحدث أو ما حدث في الفترة نعم. التي قضيتها هناك، هل لك أن تطلعنا على جزء نعم. من هذه الرسالة المأساوية التي قرأناها والتي ظهرت وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن نعم. المعاناة التي يعيشها السجناء في سجن التاجي؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا اعتقلت بال 2005 بال 2015، هاي الاعتقال الأخير. بلا مذكرة قبض، يعني اعتقلوني يوم 7/12/2016. من رحت للقاضي لقيت الاعتقال مالتي بيوم 18/1/2017. 2016 شهر 12 يوم 7. اعتقلوني بالمطار من اشد التعذيب الجسدي والاخلاقي واشكال التعذيب لمده شهر و28 يوم. انا كل شيء ما عندي. فروني على جهة المخابرات، فروني على جهة الأمن الوطني، فروني على جهة الاستخبارات، ما عندي شيء. قال قاضي أنت أفراج. هاي الحقيقة يعني أهلي ما يدرون بي كل هاي الفترة. نعم. نقلوني إلى سجن الرصافة، الرصافة الخامسة. قدرت أن أواجه أهلي، فبعد ما حكيت لهم الوضعية إجاني المحامي أخذوني إلى المحاجر. ظليت شايب المحاجر لان وصلت خبر الاهلي عن طريق سجين طلع. المهم بعدها وما طلعت من المحاجر نقلوني الى التاجي. طبعا التاجي اول ما تدخل له، التاجي تدخل له من تصعد بالسياره من التسييرات الرصافه، على ما تصل للتاجي انت شابع كتل بالسياره. نعم. الكونكيات المسبه يعني المسبه المبشر يعني ما تشوفهم، يعني سجن العدالة أو العدل، هم اللا عدل نطلق عليهم، احنا اللا عدل، يعني يختلفون اختلاف جذري عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الباقية. نعم. فكلهم تابعين إلى حزب معين وهو حزب الفضيلة. تباوع المنتسب اسمه ما يعرف يكتبه، تسأل من يابا ضابط خفر مثلا نتيجة يعني ضابط او شيء، ضابط خفر اسمه يعني خالين مدير القسم هو خريج ابتدائيه ما واصل. المهم استقبلونا بالتاجي، سموها الاستقبال. قاعه الاستقبال عباره عن تنزع ملابسك ربني ما خلق ويبدون بيك الكتل الزين، تدخل عليك اسوات ويدخلون عليك المنتسبين. طبعا هي منصوبه كاميرات، هم وين ياخذوك؟ ياخذوك بمكان اما جوا الدرج أو بمحاجر، هي الاستقبال محاجر. يعني نعم. الاستقبال مالتهم محاجر. محجر عبارة عن مترين بمترين، بي توالية تكرم وبي صحيات يا المترين، بي 7 إلى 8 9 نوبات تصير تقمص، ماكو نوم أو وقفة، يعني يفترون فوقك إذا سمعوك تحكي ويا صاحبك تتعلق على الباب. قضيت بيها 15 يوم يومية بالليل، يطلعونه بالممر، يرشون الممر زاهي وتايب. يقف منتسب منا منتسب منا، هاي مكان ما بيه كاميرات. نعم. على مود يقتلونه ما حد يشوف، يعني على اساس الكاميرات يشوفها مدير عام. يعني يطلع عليها بانه هاي كاميرات منصوبة ومراقبة، الله اعلم. يبلش فينا الكتل والمسبب، تدخل سوات وتدخل الطوارئ وتدخل فظليت بالمحاجر حوالي 28 الى 29 يوم بالمحاجر قبل لا انزل للقاعات. التاجي قبل لا اقول لك اياها، اول ما الطب يسالك سني لو شيعي؟ لي قدام. اول ما تدخل. اول ما تدخل، انت سني او شيعي؟ الجيل الشيعي ابتليت، تروح بمكان تبتلي بيه، والجيل السني البلوتين. تشبع كتل، يعني تباع هاي الجهه اللي تطب لها شكل. هاي الجهة اللي تطب لها شكل وهاي الجهة اللي تطب لها شكل. المهم كتبنا احنا سمن، استقبلونا هم الكتل الزين، صعدونا للقاعات. نعم. يجون عندهم مراسل يسموها بالقاعات، اللي ينزل جديد بالقاعات.
يظلون كل ساعه يجون عليك التمنين، مثلا قلت انا من فلان منطقه ابتليت، قلت من فلان منطقه ابتليت، من يا عمابه سنة حيوجه لك توام. طبعا انت ايداع عندهم، يعني لا دعوتك لا شهواتك، يابا انا افراج جاي افراج. انا تاكل عندهم ما يعني من حلفك، انت المهم وجهت لك تهمة اربع ارهاب، انت تاكل وانت مفجر وانت 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 كلها موجهه لك. نعم. طبعا نزلت حتى اجي شفت المأساة، شفت ناس يعني معتقلين قبل ما يعتقلون صدام عشان. نعم. ناس صار لها 10 سنين، ناس 8 سنين، ناس 9 سنين، ناس يعني من طبيت بلوتي تحملتها. يعني شفت بلاوي الناس، لقيت الاب ويا 4 ولد، لقيت الاخ ويا 3 اخوه، لقيت ناس مربطيهم بدعاوي، يعني ابو بغداد راقد شلون انت؟ قال هاني جابوني باي الغرفه، تعال اعترف على هذا الشخص. هذا الشخص من دياله، انا من بغداد. المهم مأساة. ابو مصطفى، ابو مصطفى انت وحدك، انت وحدك حلقه، انت وحدك عشرات الحلقات. انا شو اسولف لك؟ انا شو اسولف لك؟ حتروح اللجان، طبعا اللجان تروح الصليب الاحمر، يطب السجن التاجي. الصليب الاحمر عباره عن يمشي وياه امن وطني، والسوات تمشي وياه، وزاره العدل. ما يقدرون يحجون وياك، مجرد يوزعوا لك تايت وصابون وفانيله. هذا الصليب الاحمر. تطرح لهم مشكله ما يسووا لك شيء، ولا ما يروح الصليب الاحمر، اللي استلمته من عندهم من الصليب الاحمر ابتليت على عمرك. يطبون يخطون التايت ويا الزايد. يخطوا لك الزيت ويا التايت. يفردشون الحانوت مالتك. راح احكي لك على الحانوت، كيلو الشكل ب 5000 دينار. يعني اهلك انت تشتري، تشتري ما هو مخصص لك اصلا، يعني تشتري حقك. صحيح. الشيبوك لك انا يعني من الناس كان يجيني وصل من 250,000. الوصل مالتي. الوصل يبقى عندهم. ما تدخل فلوس. نعم. الفلوس شو كنت يحتاجوها؟ منو يدي نقلك من فلان قاعة لفلان قاعة؟ أو أنت عليك حجر كاتبين عليك. يسووا لك دعوة سجنية يسموها، يسعدوك قاضي ويحكموك دعوة سجنية هاي. هاي لغاية هسه، لغاية هاي اللحظة أبو مصطفى، لغاية هاي اللحظة احنا بدنا نتكلم ويا شخص اللي هو حضرتك حاصل على حكم المحكمة بالبراءة. أنا ما أخذ فراج، طبيت إفراج ما أخذ فراج. نعم، هذا كل المعاناة اللي أنت بيها وأنت ما أخذ إفراج. تفضل كمل. ما أخذ وأهلي ما يدرون بي، يعني دروا بي طبيت محاجر شهر دول إصافة وثلاث أشهر 89 يوم، إجا عيديا اضطوحفوا المدير عام تاجي استاذ نوفل، اضطعفوا اضطعفوا على اليمين على اخواننا الشيعه، الجماعه اللي ضاربين موس ما ضاربين موس، واحنا شو يسمونه؟ يسمونه احترازيه خطرين. احنا ما لنا لا عفو لا عندنا تواجه اهلك لا لك طبابه. طبعا اللي يموت صار واحد قدام من الموصل مات، طفلوا بحلقه بسقوا بحلقه ويضحكون علينا، هذا راح ويحرم العين صرفون علينا. نعم. المهم احكي لك على الحانوت. الحانوت ايش بيه؟ بيه شكر وبيه شاي وبيه حط وبيه نساتل وبيه تمر وراشد دبس، قطيته راشد دبس ب 15,000. نعم. الشكر ب 5000 دينار، كيلو الطماطم ب 5000 دينار. خليهم يروحون يسيلون هم الدبس. مي يطوك النص الهلل البطل مي. نعم. الصمون يجيك محفن مالتهم، خلي يروحون يشوفون الطبخ ماكو. كل القاعة احنا 50 واحد عندنا غلاية، الغلاية قيمتها برا 7,000 دينار، نشتريها من الحانوت ب 100,000. وش وقت ما يعجبهم يسحبون الغلاية، جوز إذا عطلت بالقاعة. يجمعون منك من الوصل مالتك. من غير الاكتظاظ، من غير يطفون السبالت عليك، من غير يعني مو سجن. حتى اليهودي ما سوى مثلهم. حتى اليهودي هسه العقب قدام وزير العدل، حتى اليهودي ما سوى سجونهم، بالذات سجن التاجي. اما سجن الناس اللي يسولفون عليه شلون عايش الناس فيه ما ادري. خلينا بسجن التاجي، خاصه انه جمعيه الدفاع عن المسجونين قامت ب حبيبي لا انا اقصد الترويج. لا انا بس اسمح لي ابو مصطفى، انا اقصد
الرسالة التي خرجت الآن تتحدث عن معاناة سجناء سجن التاجي، احنا نريد نفهم تفاصيل أكثر عن وضع الناس الموجودة في السجن. حضرتك يعني الكلام اللي تفضلت به كما قلت لك قبل قليل كلام تنشئ عليه حلقات من برامج كثيرة تتحدث عن هذه المعاناة، وانت شخص حاصل على الإفراج، فالناس الموجودة شنو اللي بداخلهم لما حضرتك التقيت بأناس صار لعشر سنين؟ والله ما شفت مجرم، والله شفت أطفال مخلصين من الأحداث، ماخذيهم من 2005 فاهمهم مصريهم للأحداث، الأب بالناصرية والابن بالتاجي، ما شفت مجرماني. أما جماعة جابوهم على أساس دواعش، جابوا جماعة الموصل من النازحين، قلت لهم من جابوكم؟ قال احنا نازحين، اتحررنا وكملنا ويا الجيش احنا ويا الجهاز ولمونا، قام بيناتهم يصعدون المصادر ويلمونا، كلهم أطفال. ما شفت مجرم والله. أنا طبيت بريحي واحكي عن الناس، وأنا أحد الناس اللي عندي ضحايا بالإرهاب. حضرتك قلت في بداية كلامك كلام مهم عن أنه لما ندخل يسألون أنت سني أو شيعي، يأخذون الشيعة في مكان والسنة في مكان، اشرح لي إياها أكثر. في كل مكان أول ما يعتقلوك سني لو شيعي شنو حشيتك؟ هاي بداية الاعتقال، وين ما تروح سني لو شيعي. طبعا أنا اسمي مميز ما أريد أذكره، مو شفاعة كتل. إذا صارت زيارة، صارت زيارة أحد مناسبات يعني وفاة الأئمة أو زيارة، هاي إحنا نغضب علينا. إذا طقت سيارة بالموصل نغضب علينا، إذا انفجرت بفلان مكان نغضب علينا، يعني كأنما إحنا نقود العمليات داخل السجن. يعني ويا كل ذكرى أو مناسبة أو حدث أنتوا ضحية. هاي من كتيل بسمعش مليون الطب سوات، هاي سجلت التدخل السريع، انا من كنت شاف سوات سجلت الرد السريع، يقول لك بعد اهرب اسل مسكت السجون الرد السريع. نعم. بس بوقت شتي انا سوات من الطب سوات ما ترحم احد، تنكسر تنجرح تنضرب، ماكو طبابة. التاجي اثنين، تاجي واحد، طبابة كلها الموجود 800 يودون، بس 5 يطلعون للطبابة، ومن تطلع للطبابة شلون؟ بالشمس تقف وكلبك رباعية، ولو ما تطلع أحسن، علاج ممنوع أهلك يجيبوا لك، يا بخليها أهلنا يجيبون، ما تقدر تحكي، يعني أي حق تريد الطالب بي ما تقدر، مجرد تقعد تتنفس والأسئلة اللي يجيك تاكله تسكت. أبو مصطفى، إذا قرأت قرآن ابتليت على عمرك. أبو مصطفى، إذا عزنيت ابتليت على ماكو مسؤول، مو مسؤول، يعني ما احكي لك على مسؤولين وكذا، اقصد لجنه معنيه بالسجناء تدخل لكم تشوف وضعكم. ماكو تجتني انا بقد ما اجي، طب شنو اللجنه؟ اللجنه تجي ويا المدير حبيبي. نعم. اللجنه تجي ويا المدير، ما تقدر تحكي، اذا حكيت ابتليت على امرك اللجنه طلعت، اشتغل عليك المحجر واشتغل عليك الكتيل واشتغل، ما تقدر تحكي. ومن تجي اللجنة تشتغل السبالت ويتنظف القاعة ويوزعوا لك مي، الأكل يتغير، عندهم علم اللجنة راح تطب اليوم، وخصوصا سجن التاجي ما حد يقدر يطب له، لا مو باص ميلهم. أتحدث أنا أحد النواب راح يطب له، أي مسؤول بالدولة راح يطب السجن التاجي وباكر يلتقي بالسجناء ويقصه. أنا أتحداك على الهواء. أتحدى كل النواب والسياسيين. اكو واحد من السجناء والمعتقلين دز رساله لزوجته قبل فتره، كاتب بها جمله، بس اسمح لي ابو مصطفى، يعني طالعه رساله من قديم يعني، ومبين عليها بصورتها انه هي منتهيه، يعني الورقه مقطعه، كاتب بها جمله انه احنا نفرح او واحدنا يفرح من يجي حكم الاعدام حتى يخلص من العذاب الموجود. والله العظيم أنا بيوم الاعتقال تمنيت أن يقتلوني، يعني يمسك بحظك يفتح موبايلي يسمعك مرة تحيط يقول لك جبنا مرتك، راح نسوي ما نسوي، يعني فتحكي ما أقدر أحكي على الهواء. وقلت لك أنا أسف من برنامجك أتحدى مسؤول أو رئيس وزراء يطب سجن التاجي ويبث مباشر لهم وبكل السجون،
ما لي دخل بالسجون مال ملك الشرطة أو المكافحات، سجن التاجي بالذات يطب رئيس وزراء وينقل معاناته بتصوير مباشر ويحكي أبو أتحدى وأتحدى حتى الجمهورية. أبو مصطفى أنت كفيت ووفيت، أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك. طبعا الحمد لله على سلامتك أولا وأخيرا، ونتمنى كذلك السلامة لكل الأبرياء الذين يقبعون في السجون ظلما والذين جارت عليهم حكومات وسجنون وميليشيات وغيرها والذين أذلوهم وأذاقوهم العذاب كما تحدثت، وهو شاهد عيان. أبو مصطفى شاهد عيان وسجين سابق في سجن التاجي كما استمعتم، مأساة، وهو رجل حصل على حكم بالإفراج براءة يعني، وكل هذه الإجراءات التي تتم بعد ذلك يتناسى بها السجان أو المسؤول، مدير السجن، الوزير، رئيس الوزراء، بغض النظر من هو المسؤول عن تطبيق القانون والعدل في العراق، يتناسى بها هذا الحكم الذي خرج من رحم قضاء فاسد، ومع ذلك هو خرج، ويتم نسيان هذا الحكم ويتم إذلال البريء بهذه الطريقة. هو رجل مفرج عنه، تعرض للإهانة وللتعذيب وللإذلال بهذه الطرق وبهذه الوسائل.